خبر حول مقتل 3 جزائريين في قصف نصب إلى المغرب في الصحراء الغربية. تلفزيون نهار الجزائري نقل عن الرئاسة إفادة مقتل المواطنين الجزائريين 3 في قصف مغربي قال إنه تم على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا. ينضم إلينا الآن من الرباط مراسل مونتي كارلو ودولية جلال المخفي. مساء الخير جلال، هل من رد فعل من جانب الرباط بعد هذا الإعلان من الجزائر؟ في الحقيقة ليس هناك أي أخبار رسمية من الجانب المغربي ولا أي رد فعل باستثناء ما نشره نشطاء وصفحات مغربية منذ أمس. تم على هذه الصفحات نشر فيديوهات لشاحنتين قيل إنهما كانتا تحملان سلعا في اتجاه موريتانيا، لكن من خلال الصور يبدو أنهما شاحنتان عسكريتان حسب ما لوحظ. التسجيل كان مطحوبا أيضا بأصوات وتعاليق يبدو أنها لمنتمين لجبهة بوليساريو. نفهم من تلك التعليقات أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم دخلوا المنطقة العازلة واقتربوا من منطقة بير لحلو بالضبط، وهذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها عناصر إلى هذه المنطقة ويتم قصفها من طرف الجيش المغربي باستعمال طائرات مسيرة. فقد تم في وقت سابق أن لقي أحد قادة بوليساريو حتفه إثر قصف مغربي. الغريب في الأمر أن الجيش الموريتاني نفى هذه الأخبار بالأمس ببلاغ رسمي بعدما نشرته مواقع إلكترونية موريتانية، لكن عادت الرئاسة الجزائرية اليوم لتؤكد الخبر وتقول إن الأمر لن يمر دون عقاب، مما يعني أن التوتر بين البلدين مرشح للتصعيد والتحول ربما إلى إلى حرب في أي وقت. بالنسبة للملاحظين في المغرب منذ أسابيع طويلة يعتبرون أن المغرب أن الجزائر تبحث عن أي ذريعة لإشعال بديل الحرب. ربما نضع يعني هذا الحدث في سياق العلاقات كانت تدهورت بين البلدين مؤخرا بعد سلسلة قرارات حتى يعني وصلت إلى إغلاق حدود وإلى قطع العلاقات بتاتا. طبعا هذا هو السياق العام، لكن ما زاد من توتر الأمور هو قطع أنبوب الغاز المغاربي الذي يمر عبر المغرب إلى إسبانيا والبرتغال. ما أشيع أن الجزائر حاولت المساومة من أجل أن يسحب المغرب من منطقة القرقرات مقابل إيقاع هذا الأنبوب، لكن قيل إن الرباط رفضت رفضا نهائيا أن تتساوم مع الجزائر في هذا الموضوع. وزاد الطين بلة إدراج اسم الجزائر في قرار مجلس الأمن الأخير كي تحضر في الدائرة أو الطاولة المستديرة للمفاوضات حول الصحراء الغربية، وهو ما رفضته الجزائر رفضا قاطعا وقالت إنه يقوض الجهود الأممية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. لكن قرار مجلس الأمن فرض أمرا واقعا جديدا أزعج الجزائر كثيرا حسب الملاحظين هنا في المغرب. لهذا تحاول الجزائر ربما إشعال فتيل الحرب وتصدير الأزمة الداخلية، لأنه بالنسبة لها ملف الصحراء صار ملف خاسرا بعد أكثر من 45 سنة من النزاع. شكرا لك جلال المخفي مراسل مونتي كارلو الدولية، كنت معنا إذن من الرباط.